تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهما الله بحضور المرحلة الختامية لتمرين مكافحة الإرهاب البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3 الذي يشارك فيه الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين وعدد من أسلحة ووحدات قوة الدفاع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني مع أشقائهم من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا اليوم في مملكة البحرين والذي جرى على مدى عدة أيام في إطار التعاون الأخوي التاريخي المشترك بين البلدين. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن ترحيبه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله شاكرا له حضوره الكريم لهذا التمرين. فلدى وصول صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة موقع التمرين كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مدير التمرين والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار المدعوين. وفي بداية التمرين تم توقيع مذكرة التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين الشقيقين وقعها عن الجانب البحريني اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ومن الجانب الإماراتي الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان للقوات المسلحة. وقد بارك صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. مرحبا بكم سادتي الكرام في هذه البقعة الجميلة من مملكة البحرين الحبيبة حيث تشملون برعايتكم الكريمة حفظكم الله ختام تمرين مكافحة الإرهاب البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3. سادتي الكرام أيها الحفل الكريم الآن الكلمة لسيد اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مدير التمرين فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوة العسكريين والأمنيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم وكبير أن تحظى قواتنا العسكرية والأمنية البحرينية والإماراتية التي تقوم بتنفيذ تمرين مكافحة الإرهاب جلمود 3 في هذا اليوم المبارك بحضور سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم وأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأن تشريفكم لنا في هذا الميدان بين رجالكم لهو وسام شرف وعزة لأبنائكم وأخوانكم منسوبي قواتنا العسكرية والأمنية وتتويجا لمعاني الترابط
واستكمالاً لمسيرة الآباء والأجداد في وحدة الدم والدين والمصير الواحد على مر التاريخ. سيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم، سيدي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد تجسدت أروع الملاحم البطولية حين اختلطت دماء أبطالنا الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين دفاعاً عن الدين والأرض وعن عروبة منطقتنا ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة المدعومة، والتي لا تزال قوات التحالف العربي تقف لهم بالمرصاد وبكل حزم وقوة. ولقد كان لتوجيهاتكم وحرصكم الدائم على تعزيز التعاون العسكري والأمني المستمر بين الأشقاء في كل البلدين والارتقاء في مستوى الجاهزية العسكرية على أكمل وجه، وبما يعزز العمل في مواجهة المخاطر المحتملة التي تواجه منطقتنا العربية على وجه الخصوص، وبما يشهده العالم من تحديات في مواجهة الإرهاب على وجه العموم. على ضوء ذلك تم وضع الخطط لتمرين مكافحة الإرهاب البحرينية الإماراتية المشترك جلمود 3 في كيفية مجابهة واقع وتحديات الإرهاب وطرق مكافحته ضمن أعلى المعايير وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية، حيث يعتبر هذا التمرين الأول على المستوى الوطني تشارك فيه جميع القوات العسكرية والأمنية والإدارات المعنية في كل البلدين، وبما يوضح التدابير المتخذة ويترجم الجهود. كما أن هذا التمرين يصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، ويعزز الخطط في مواجهة المخاطر التي تواجه دولتنا، وليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن دولتنا، وسوف نكون لهم السد المنيع ونضربهم بكل عزم وحزم، ونقدم دماءنا وأرواحنا فداء في سبيل رفعة وعزة أمن بلدنا. وندعو الله جلت قدرته بأن يحفظكم ويديم ملككم، وأن تبقى بلداننا واحة للأمن والأمان ومنارة للسلم والتسامح والاستقرار، وأن لا تجد هذه الجماعات الإرهابية موطئ قدماً لها على أراضينا. لو تنشد التاريخ قال محمد ثبت على صدر الزمن بنيانه، يكفيه فخر أنه سمي محمد شفيعنا يوم الحشر وكوانه، قلته ونا من ديرة الخليفي حمد فخر شعبه وعزه وطانه، من قوم حنالك وشد حزامك رجليه وخياله وهجانه، أفعالنا ما فيها حد يجهلها لا من قيل للتاريخ من فرسانه، لا من حربنا عزتي لعدانا من قبل عهد الجيش والترسانة، ولا من زبنا اللي ما عنده مزبن حنا عجب عينه وحن مزبانه، تاريخ والتاريخ ما يجهلكم ما ينسى ولا تهد أركانه، انتوا لنا مثل الفشق في المحزم لا ثار في يوم الوغى دخانه، وحنا لكم على مدار الساعة أخوانكم لا خانة والخوانة، حنا لكم وانتوا لنا من مبطي والكل منا شاهده جدانه، هذه علومي كلها وعفاكم وعلم الوفا ما تنطفي نيرانه، مدحتكم ونابكم متباهي والشعر فيكم تفتخر قيفانه، واللي بيمدح صاملين الوقفة صح بدنه قبل صح لسانه. وسلامتكم.
تم رصد اسم المشتبه به واحد على رحلة رقم 333. تم رصد الهدف أثناء خروجه من خرطوم الطائرة، جاري متابعته. المشتبه به في قاعة السلام الأمتعة. من سراب 8 إلى غرفة العمليات. الهدف متحرك خارج الفندق، متوجه إلى سيارة دوج اللون كحلي. المشتبه 1 والمشتبه 2 متحركين من الكافي شوب. من غرفة العمليات إلى جميع الدوريات، سيارة المشتبه بهم متواجدة في حي السفارات. استلمت المشتبه به وجاري متابعته. من سراب 3 إلى سراب 7 يبدأ استلام الهدف. سراب 7 استلمت الهدف وجاري متابعته. من سراب 4 إلى غرفة العمليات، المشتبه به رقم 1 دخل الفندق، المشتبه به 2 غادر الموقع. من غرفة العمليات إلى سراب 4 تبين أن الهدف مطلوب أمنيا، يجب متابعته والقبض عليه. فريق القبض تجاه الهدف. من دوريات العمليات وشجاع تم استلام الهدف. المشتبه به لا يستجيب للوقوف. تعامل معه. تم القبض على المشتبه رقم 2 وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. التحقيقات الأولية كشفت وجود صور لحي السفارات. من جهاز مخابرة البحرين إلى جهاز الاستخبارات الوطني في دولة الإمارات، سوف نرسل لكم التقرير الاستخباري رقم 2 والذي يفيد بوجود نية عمل عدائي على مصالحكم في المنطقة. استلمت وننتظر منكم. رئيسية إلى فجر، وردت أخبارية من جهاز المخابرات الوطني تفيد بأنه يوجد تهديد على السفارة، عزز الحراسة حسب الإجراءات المتبعة في هذه الحالات. لقد تقرر إرسال قواتنا لمقاومة الإرهاب إلى مملكة البحرين في مهمة الاستعادة الخارجية وتنفيذ الخطة رقم 7. على جميع قوات الاستعادة الخارجية التأهب للحركة. وصول قوات الواجب الإماراتية إلى مملكة البحرين وجاري التأهب لأي عمل طارئ. السفارة للرئيسية، هجوم مسلح على السفارة، هجوم مسلح على السفارة. مركز الطوارئ. ألو الشرطة، في مسلحين داشين علينا، أسمع اطلاق نار. رئيسية إلى جميع الدوريات الأمنية، النجدة، صقر، رعد، فيصل، الإسعاف الوطني. وردنا بلاغ يؤكد وجود عمل إرهابي بداخل السفارة، وعليه يتم تأمين وتضييق الموقع بمسافة آمنة. من صقر للرئيسية،
فريق اقتحام والتدخل السريع باتجاه الموقع. من تدخل خمسة للرئيسية تم نشر قناصين في مواقعهم. جاري التفاوض مع الإرهابيين وكانت مطالبهم سحب دعوة الاتهام من مجلس الأمن وتوفير وسيلة نقل إلى المطار وطائرة. انحرس واحد إلى جميع القوات، سأتحرك مع مجموعة المقدمة باتجاهكم. من حرس اثنين إلى حرس واحد، قواتنا تستعد للحركة إلى موقع الحدث. يتم الآن تحرك القوات الإماراتية من قاعدة عيسى الجوية إلى موقع الحدث الإرهابي. من تدخل أربعة إلى تدخل اثنين، تم الآن تطويق جميع مداخل الحي الدبلوماسي بالكامل. موجة الاقتحام الثانية، تقوم وحدة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وقوة الاستجابة الخارجية الإماراتية بالتواجد وتأمين مبنى المطار. ثالثا، موجة الاقتحام الثالثة، قيام وحدة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بتطهير مدرسة خولة الثانوية للبنات والمباني المجاورة لها. مرحلة التعافي بعد السيطرة على المباني بالكامل من قبل فرق الاقتحام، سوف يعطى أمر من قبلي بتسليم الرهائن والإرهابيين إلى فرق الفرز أمام مبنى السفارة. بعد تفتيش الرهائن والإرهابيين ومن ثم عزلهم، سيتم انسحاب فرق الاقتحام من الموقع بالكامل وتسليمه إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لتباشر عملها من خلال الإجراءات القانونية للنيابة العسكرية والتعاون مع الأدلة الجنائية. عملية الإخلاء الطبي وتنفذها الكتيبة الطبية والإسعاف الوطني وفريق الجراحة الأمامي الإماراتي. العمل عنده في حالة السماح للإرهابيين باستخدام وسائل المواصلات، تقوم وحدة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وقوة الاستجابة الخارجية الإماراتية بالتعامل مع الموقف. مواجهة سيارة مفخخة، عزل السيارة المفخخة وتركها لفريق المتفجرات المختص للتعامل معها. موجة قوارب مفخخة مسيرة، القيام بتدميرها من قبل الطائرة العمودية المقاتلة. بعد ذلك بدأ التمرين بمختلف مراحله، شاكرا جلالته اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على إدارته المتميزة للتمرين وعلى ما يبذله سموه من جهود مثمرة للارتقاء بالكفاءات القتالية التي يتمتع بها رجال الحرس الملكي، مؤكدا جلالته أنهم وجميع إخوانهم من قوة دفاع البحرين موضع التقدير دائما، كما أثنى رعاه الله على الجهود التي بذلتها كافة الجهات المشاركة في إنجاح هذا التمرين. وأضاف جلالته: كما يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بأشقائنا الشجعان من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم البحرين، وبين إخوانهم من قوة الدفاع ومشاركتهم معا في هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار وانسجام، انطلاقا مما يجمعنا من علاقات تاريخية وثيقة وعمل عسكري مشترك صفا واحدا في العديد من المهام النبيلة دفاعا عن أوطاننا وكرامة مواطنيها، وما هي إلا إحدى صور التلاحم التاريخي بين الأشقاء ونموذج مشرف للتكاتف الأخوي بين بلدينا الشقيقين في كل المواقف، ودليل على صلابة موقفنا وترابطنا للتصدي للإرهاب بكل أشكاله ونصرة للحق ومد يد العون والإغاثة الإنسانية. مضيفا جلالته أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم تتطلب منا رص الصفوف والتأهب الدائم.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سعادته بحضور هذا التمرين الذي أظهر مهارة وكفاءة المشاركين وما قدموه من تدريب عال يحاكي عدة ظروف، راجيا الله عز وجل أن يحفظ البلدين وشعبهما الشقيقين وينعم عليها بمزيد من الخير والازدهار. وفي الختام تشرف المشاركون في التمرين بالتقاط صور تذكارية مع حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.